اول مره كنشوف على انه الوداد في البطوله وضد فريق اللي دونك تقدر انك او مو تخلق واحد سبعه الفرص تشير واحد ست شيراش خمسه شيراش ضد شباب السوالم ماتش كامل قدرنا على اننا نديرو الشيرات اللي مؤطره يعني جوج تسديدات مؤطره وحده اللي ماشي حتى شي تسديده اللي كانت غير سامبو الشوط الاول وواحده في الشوط الثاني اللي ماركينا بالبيت دونك كل ما داك البيت كانت غتكون هضره اخرى ونهضروا بعدا على داك البيت هنا كيبين على ان ملي دخل سفيان احناش ولعب ديك كورنير كتعرف على ان السيد عنده اللمسه ديال الاسيست اللمسه ديال واحد غادي يعطيك كره انك تماركي وتشوف واحد الكره راه كان عطاها الشرق البحري وما عرفش كيفاش يلعب دونك السيد عنده اللمسه ديال اللعابه اللي يعطوك اسيست يعني غيقول لك سير تمارك والبيت اللي مارك زكي الدراو بطريقه ذكيه واللي في حاله الماتشات يكون اللعب مسدود وما كتكونش اللمسه ديال المدرب واللاعب كيقدر يماركي وكيقدر يغطي على المدرب هنا كتعرف اللاعب راه مزيان نعطيكم خير ومثال هذه القضيه كانت في بنزا بعد الماتشات كانت الوداد كتكون غائبه يعني كي ماركي بيش من نص فرصه وهادشي اللي داروا زكريا داو هناك شرف اللاعب كبير يعني باش يماركي لك من فرصه اللي البارح ما شفناش كاع الفرص قدر انه يماركي بيش وتفك من الضغط ديال السوالم وقدر انه يماركي بيش بهذيك الطريقه فشابو لي هنا ربح اللاعب اللي غتقدر تعول عليه وهذا ملي جا انا قلت لكم اللي زكريا داو جا قلت لكم على انه راك جبتي لاعب سوبر هادشي علاش كنطالبوا بانتدابات سوبر يعني ملي الجمهور كيقول لك راه باغي اللاعب سوبر عارف اللاعب سوبر غيعاون الفرق واش انت ماشي كتجيب ليا الشرقي البحري وكتسنى انه يماركي لك بحال شي لعبه في ميركاش وكتجيبهم كيبقاو مريحين كيتخلصوا يعني في حين ممكن ديك فلوس دير بها شحال من حاجه دونك كتجيبهم كيبقاو مريحين يعني وكيولي موظف شابع وهادشي نتمنوا ما يكونش ونبقاو يعني اربعه لعابه سوبر احسن لينا من 13 لعاب او 14 لعاب اللي ما غيدير والو ما غيعاونش الفرقه دونك نرجعوا للمباراه كما شفنا البارح انه لمسه المدرب راه ما كاينش يعني راه بحال قلتي جمع شي 11 لاعب من الزنقه وقلت لهم دخلوا لعبوا ضد الشباب سوالم يقدروا يتقاتلوا ولكن الا جمع شي دوك كواري يقدروا يتقاتلوا معاه بعدا وعلى الاقل راه يخرجوا بجوج تسديدات مؤطره اللي درناهم البارح يعني واحده شارع صعب وواحده جا من البيت يعني انا شي شنو ولا عمرني شفت الوداد واصل هذا النيفو جوج تسديدات مؤطره لمسه المدرب ما كايناش وشوف دابا قوه الويد راه معروفه اي مدرب كيجي وكتشوف النتائج والاداء عارفه راه كيلعب على قوه الوداد وداكشي اللي باغي البطوله يعني البطوله راه ما غاديش تتفلسف لينا تجيب لينا السيل دو جو ديال هولندا غتبغي تطبقينا مع هاد اللعاب اللي عندنا المغاربه وضد فرق اللي مغربيه اللي كتزير لك اللعب واللعب اللي كيكون عشوائي يعني قليل في كتلقى فرق اللي منظمه وشباب السوالم البارح راه كان فريق منظم بلا ما نكذبوا على راسنا غير هو راه ما كانش هو الوداد البارح راه ما كايناش دونك السيد كان كيقول لك انا خاصني مهاجم وانا خاصني مدافع البارح ما تختبرتيش في الدفاع وكره ما كانتش كتوصل للمهاجم دونك المشكل منك حتى ماشي مشكل ماشي من اللاعب انت اللي ما كتعرفش توظف اللاعب وما كتعرفش تعطيهم خطه لعب اللي غادي يربحوا بالنتيجه وبالاداء البارح على الاقل كنتي خاصك تربح بجوج وزائد الاداء يعني عندك لعابه هادشي كامل شوف غندخلوا بالتشكيله نهضروا على التشكيله بعد اللي بدا بها البارح ونحاول دونك في حراسه المرمى البارح شفنا على انه دخل مفتاح وسيد كيبان بحال كيسمع الجمهور يعني الجمهور كان كيقول خاص واحد منهم هنا دونك مزيان يعني دخل مفتاح واخا مفتاح البارح راه ما تختبرش يعني كانت تسديده وحده من طرف شباب السوالم ضربات في البارة وكانوا ممكن يماركيو لينا وكانوا يربحونا يعني الماتش البارح كان ممكن يربحونا بديك الكره غير رجعوا اللور ما قدرتش تماركي عليهم لولا داك الخطا اللي داروا هما باش اننا ماركينا وقوه ديال ذكري الدراو وديك السونطاج اللي داروا سفيان احناج دونك مفتاح البارح ما تختبرش فرحان ابو الفش كذلك ما تختبروش العملود صراحه شن هذا العام الاداء ديالو تطور بزاف وزوينه انك تشوف ان العملود كيزيد الاداء ديالو كيتطور كيولي احسن دونك العملود غادي يعاوننا بزاف وبالنسبه لي راه احسن لاعب في الوداد حاليا راه هو العملود عطيت الله كذلك عطيت الله الاداء ديالو جابش يعني وخاصك تلعب على شي العملود وعطيت الله عندك في الفريق خاصك تلعب عليهم راه يعاونوك بزاف لا دفاعيا لا هجوميا لا في العرضيات لا في الكرات الثابته يعني غيعاون مزيان وسط الميدان البارح ما يمكنش نحكم على الوسط والوسط راه هو قوه الفريق يعني ملي كتشوف ان الكره ما كتلعبش على الاجنحه عرف المشكل كاين في الميليو وعلاش كاين المشكل في الميليو هو انه كل ماتش كيبقى يدخل لنا لعاب كصانع العاب والوداد حد الان راه باقي ما كاينش صانع العاب تخيل معايا كان لاعب هو الهوني البارح 10 ولا الهوني كيميل بلاصتو اللي كيلعب فيها اللي هي جناح ولينا كنشوفو بوهرا وواحد الوقت بوهرا حدا الهوني يعني وكنوليو لاعبين بلا 10 والوسط كيخوى
كيلقاو مشكل دونك وسط غير منسجم راه غتشوف فرقه هكاش خاربه نهار عاد رمزي غير يلقى القوه في الوسط وغيعرف. دونك كنتمنى ان كنتمنى سفيان احناش هو اللي يلعب الماتش الجاي كعشر باش هو اللي يشد بلاصو ويحكم بلاصو فقط جبران وداود وغيولي عندنا وسط مزيان ديك الساعه دا غنحكموا على الفريق مزيان ديال بصح لانه الوسط حاليا غير منسجم كل مره كيدخل لنا واحد في العشرة راه يعني ما متسناش ان الفريق غادي يقدم داك الاداء اللي باغين حنايا. الهجوم القوه ديالو كتبقى في الوسط يعني ملي غيكون الوسط كيوصل لهم كره كيلعب على الاجنحه والاجنحه كيلعبوا على تسعود ديك الساعه غتكون الفرقه ديالنا واقفه. دونك المشكل كيبان لي انا شي كامل هو انه خاصنا 10 10 راه باقي ما كاينش وكنتمنى على اسف يعني حنا شي حكم بلاصتو هو اللي نولي نشوفو لانه البارح ملي دخل كاين اللمسه ديال الاسيس كاين اللمسه ديال واحد غادي يشبع لك تسعود وغيشبع لك الاجنحه بلي باس. دونك كنتمنى ان شوف التشكيله راه باينه واضحه الماتش جاي كنتمنى ان حركات غالبا هو اللي يدخل بابو الفش لان عاد رمزي عارف القوه ديالو البارح قال في المنبر الصحفي قال لهم حركات انا عارفه وغادي نلعبه غير هو المشكل قال لهم ملي جا الوداد 15 يوم ما تيناش كان عنده مشكل في السنه ديالو. دونك غالبا الماتش جاي غادي يلعب بحركات كنتمنى ان غير وسط الميدان في العشرة يدخل لنا سفيان احناش وديك الساعه نحكموا عليه نشوفوا السيد لانه كيبان لي انا البارح ملي دخل كيبان لمسه اللاعب راه من 5 دقائق يشد كره جوج مرات عارف واش اللاعب غيعاونك ولا ما غاديش يعاونك. الوداد القوه ديالها في الاجنحه والحشيمي ما كيسونطريش لينا كره دونك كنتمنى على ان بو سفيان هو اللي يولي يلعب بلاص حشيمي الحشيم اوم وبعد بو سفيان راه يعني اللاعب اللي كيسونطري لك هو راه بحال السيل ديالو راه بحال ديال اوناجم غير اوناجم داك السونطراج ما بقاش كيعرف ليه. دونك بو سفيان ممكن انه نوليو نلعبوا به على السونطراج والهوني وبوهره هما اللي يوليو قصدوا الشبكه دونك واحد يلعب على السونطراج واحد يقصد الشبكه ونحاولوا نعطيو كره سامبو لان سامبو يمكن لينا نعتمدوا عليه كلاعب صندوق يعني البارح راه سامبو راه ما وصلاتوش كره يعني البارح باش نحكموا على سامبو ما نقدرش نحكم على سامبو البارح هو ما وصلاتوش كره. دونك ملي الاجنحه غيوليو وصلوا والعشرة غيوليو يوصل الكره لسامبو ديك الساعه نشوفوا سامبو كيفاش داير. دونك لا في دوك الماتشات اللي ماركا فيهم دوك جبيوشه راه كانت كتوصلوا كره يا اما سونطراج يا اما بكره شابيشه المهم كانت كتوصلوا كره كيماركي بها. هذا ما كان هادشي اللي بان لي في التشكيله. عاد رمزي ماجي البركاره هو اللي غادي يحكم لك واخا الحاليه راه ما كتبان لي الوداد راه ما كايناش الوداد يعني داكشي اللي كديري انت راه ما كاين منه والو ونتمنى ضد بركان تبين انا راه خاطئين يعني وتبدا البدايه لانك غتختار ضد فريق قوي ضد فريق حالي راه هو الاول كيربح بالاداء وبالنتيجه مدرب عندهم اللي كبير دونك ضد فريق اللي كبير يعني غتختبر بالماتش ديال نهضه بركان ديك الساعه ربح شي احنا لا شوف احنا راه مع النتيجه والاداء الماتش ديال بركان بالقوه ديال بركان ديك الساعه نشوف نقدر ندوزو لك على انه تقدر تماركت وبدون اداء يعني تماركت تشد معاهم ديك التعين دقيقه وتجيب طرواب. دونك اهم حاجه هو انك ترجع بثلاثه النقاط ضد فريق نهضه بركان ومباراه ديال افيا كوناكري هذيك هي اللي خاصك تربحها بالاداء وبالنتيجه. ما كاينش هادشي فراه حتى واحد ما غادي يبقى باغيك في الوداد وعول لانك غتمشي في حالاتك هاد الشهر يعني. دونك هاد جوج ماتشات هما اللي غادي يحكموا عليك ولا كنت قلتها في فيديوهات سابقه اللي هاد الشهر هاد الماتشات اللي فهاد الشهر هما اللي غيحكموا على المدرب. دونك كان هذا هو الفيديو او الملخص اللي كيبان لي الملاحظات الديولي في هذا الماتش ديال البارح. صراحه شرا كنت باغي ندير نصور الفيديو البارح نلوح لكم البارح ولكن راه اقسم بالله ملي كنشوف الاداء ديال الوداد البارح بداك الشكل راه اقسم بالله المورال ما بقاش عندي. واللي وصل هذه اللقطه الخوش ما ينساش يخلي لايك وشي كومونتير يعني خلي فيه شي حاجه اللي زوينه او شي ملاحظه او شي مواضيع اللي تبغينا نوليو نهضروا عليها في القناه ديالنا وديالكم وابوني اهم حاجه. كان معكم زكي السكاك تحيه شيكم.